مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم الأسبوعي توظيف. توظيف البرنامج اللي يطول عليكم كل سبت معي أنا الدكتورة ليلى البركاتي. مستمعين الكرام، أول شيء حابة أهني ألف ألف في عيدها، وللأسف أنا ما تمكنت أكون متواجدة معاهم نظرا لوجودي خارج المملكة الأسبوع الماضي، بس كل سنة وهم طيبين إن شاء الله ومتألقين ودائما بجمال وأجمل إن شاء الله. مرت سنتين على ألف ألف إف إم في العطاء، وإن شاء الله عطائها متواصل. وبرنامج توظيف هو أحد يمكن الأعلام اللي عملتها ألف ألف في خدمة المجتمع. هو برنامج يختص في إيجاد وظائف للشباب العاطل عن العمل، وكذلك مساعدة الشركات الباحثة عن الكفاءات السعودية في إيجاد هذه الكفاءات السعودية من خلال موقع ألف ألف jobs.com، وهو تماما موقع مجاني متاح للجميع من جهة الشركات ومن جهة الباحثين عن العمل للحصول على أي سير ذاتية أو رفع سيرهم الذاتية. حقيقة مستمعينا الكرام، خلال عمر البرنامج والسنوات السنة اللي فاتت يتكرر دائما كلمة أو انتقاد أو وحش صوروا الكل الأجنبي، أو أنا ما أحب أستخدم مصطلح الأجنبي، أحب أقول غير السعودي. الكل كان يضع المدير غير السعودي كشماعة يعلق عليها إخفاقاته أو استقالته أو عدم تطوره في العمل أو عدم إعطائه فرصة كافية. أنا حبيت هذه الحلقة أطرح هذا الموضوع، وهل فعلا المدير غير السعودي هو عائق؟ هل هو فعلا هذا الشبح، ولا إحنا اختلقناه علشان نبرر خيباتنا وفشلنا أو عدم كفاءتنا؟ حقيقي أنا طرحت هذا الموضوع وطلبت مشاركتكم فيه، واليوم كمان أنتظر مشاركتكم خلال الحلقة. STC 84770، موبايلي 64066، زين 74662. إذن مستمعينا الكرام، للتواصل وإبداء تجاربكم ورأيكم في الفرق بين المدير السعودي والمدير غير السعودي، هل هو موجود وهل هو فعلا يخلق هذه العقبة؟ أنتظر تواصلكم على أرقام التواصل STC 84770، موبايلي 64066، زين 74662. خلوني قبل ما أسمع رأيكم أقول لكم رأيي. أنا خلال فترة عملي عملت في كذا مكان، كان عندي مدير أجنبي وكان عندي مدير سعودي، وعني أرجع أقول لكم أحب أقول غير سعودي وسعودي. الأجنبي شوية أنا أحسها تنطبق على غير العرب أكثر، وإحنا نبغاها تكون أكثر شمولية فنقول سعودي وغير سعودي. شخصيا ما حسيت أنه في فرق في الجنسية قد ما هو فرق في الشخصية، يعني هي personality مش nationality بالأخير. الموضوع شخصية الإنسان، في ناس تحب تكون داعمة، تحب تكون مساعدة، تحس أنه الشباب أو البنات اللي تحت إدارتهم مسؤوليتها التامة، تبغاهم أحسن فريق، أحسن ناس، تحطهم في دورات تدريبية، تدعمهم، تطورهم مهما كان جنسية هذا المدير. وفي المقابل تلاقي بعض المدراء تحس كأنه ناقم وحاقد على الموظف اللي تحته، كأنه استعبده، كأنه صخرة، يزعل لو يكره له الخير، يعني لو جاء يطلب منه علاوة كأنه حتى لو كانت حق مستحق ولازم يحتاجها أو يستحقها وهو أهل لها، تحس كأنه يعني سبه. وإذا طلب منه دورة تدريبية كأنه يقول له يعني أنت فالح، روح افلح في اللي أنت فيه بعدين قول دورة تدريبية، يعني أنت بتحضر، يعني ما شاء الله إيش هتعمل في الدورة التدريبية. من وجهة نظري أنا كان مر علي الاثنين. خليني أقول لكم، مر في حياتي مدير غير سعودي، ما حذكر الجهة وما حذكر الاسم عشان لا يعتبر نفاق، لكن حقيقة كل ما دخلت في موضوع في خدمة مجتمع وهو غير سعودي كان يدعمني. تواجدي في هذا البرنامج كان من وقت الشركة كان يدعم، وبالعكس هو يعني باخذ ساعة من وقت العمل كان داعم، وأي شيء تحتاجيه قولي لنا حنكون معكم. تطوعت في إنجاز السعودية وكانت أحتاج أني أغيب يوم يمكن كامل عن العمل، بالعكس قال لي إيش تحتاجي أكثر، إحنا ممكن نساهم أكثر، أي شيء ممكن يخدم هذا المجتمع نحن معاك فيه. كلمة لي في كل مرة نبحث عن موظفين سعوديين، لو في شباب سعودي يا دكتورة مؤهل يبحث عن عمل هاتي هم أولى. حقيقي عمري ما استشفيت أو حسيت منه أنه غير سعودي أو ناقم أو حاقد أو حاول يأذي
البلد بالأخير. ليش يعني ليش حيسوي كذا؟ خلينا واقعيين ومنطقيين. ليش؟ لكن عشان أكون عادلة كمان، مر علي شكل آخر، هو ما كان مديري بس كان مدير موجود، كان قال كلمة استوقفتني طويلا. كان يبحث عن موظف ورشحنا له موظفين، كان من ضمنهم شباب سعوديين، رفض ياخذ الشباب السعوديين. فسألته ليش يعني ما تاخذ شباب سعودي؟ قال هو لا يرغب بنقل المعلومة للشباب السعودي أو بنقل الخبرة حتى لا يأتي أحد هذول الشباب سواء ياخذ المعرفة ويفتح شغل خاص فيه أو أنه ياخذ مكانه حتى في الشركة بصفته سعودي. بس هو خلينا نكون أمينين ما آذى السعوديين، هو ما وظفهم من أصله، يعني خذها من قصيرها وارتاح. لكن للأمانة يعني خليني أقول لك هذا المثالين اللي شفتهم أمامي. وبالمقابل شفت مديرين سعوديين آذوا موظفينهم وكادولهم وفصلوهم وكل الأشياء. يعني بالعكس تكون في مقارنة لأنه السعوديين الاثنين، والسعودي دائما ممكن يكون خايف أنه ياخذ مكانه السعودي. هذا رأيي، استنى رأيكم ومتواصلكم معايا خلال الحلقة. STC 84-77-0 موبايلي 64-066-0 زين 74-62-62 فاصل، ابقوا معنا. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي توظيف. وعشان أنا إنسانة ديمقراطية وماني دكتاتورة وما أستبد برأيي وما أقول لكم إلا هو كذا بس والمدير الأجنبي مش كويس وإنتوا سمحت لكم تشاركوا معايا وتقولوا رأيكم. STC 84-77-0 موبايلي 64-066-0 زين 74-62-62 يلا عيشوا قولوا اللي تبوه. وكمان عشان إنسانة ديمقراطية معايا الزميل أحمد سمكري مختص في الموارد البشرية، ونسمع رأي إنسان مختص في الموارد البشرية غيري عشاني إنسانة ديمقراطية. أحمد كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك، منورني وسعيدة فعلا بوجودك معايا اليوم. مستمعين الكرام، أحمد سمكري زميل وأخ وصديق، جمعتنا سنة من العمل في شركة سابقة، وهو من أصدقاء اللي أعتز فيهم وأخ عزيز. أهلا بك أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا دكتور الليلي. أحمد، يمكن سمعت وعرفت موضوع حلقة اليوم، المدير الأجنبي، وأنا ما أحب أقول الأجنبي، المدير السعودي ومدير غير السعودي، في فرق؟ والله صراحة أنا خبرتي تقريبا في السنوات في العمل واجهت بعض المدراء السعوديين بعض المدراء غير السعوديين، يعني ما كان في فرق أبدا يذكر بالنسبة للجنسية، الفرق كله يكون في نفس الشخص، يعني الشخص بطبيعته والآخر. لكن بالنسبة للجنسية هل كان سعودي أو غير سعودي صراحة ما لقيت أي فرق أذكر. أحيانا واجهت بعض المدراء غير سعوديين علموني أعطوني شيء أفضل، بعض أحيانا السعوديين الجنسية نفسها ما اختلفت معي صراحة من خلال خبرتي. نعم. طيب تعتقد هذه الغلبة اللي طالعة، ويمكن أنت زي من إنسان مختص في هذا المجال، مرت عليك كثير هذه الكلمة؟ نعم مرت كثير. طيب صراحة. إيش مصدرها؟ منو إيش يعني؟ يقول لك لا دخانة من غير نار يا أحمد. نعم. طيب حقيقة إنه ما ننكر إنه في بعض مثلاً الأشخاص غير السعوديين سواء كمديرين أو ك يعني في نفس المستوى الوظيفي مع زملاء. بيواجهوا مثلاً يعني مسألة انسكيورتي إنه خايف على وظيفته إنه يأخذ مكانه السعودي إنه يأخذ مكانه. نعم بالضبط. فهذا الشيء أحياناً بيسبب إنه خلاص بديها على القد. لكن بالنسبة للمدير كمدير نوعاً ما من خلال ما حتكلم عني شخصياً، حتكلم من خلال على الأقل السبيانات بلسة الناس المستقيلين والآخرين. فبتحليلنا في بعض الشركات اللي عملت فيها لقينا فرق جوهري ما بين السعوديين وغير السعوديين بالنسبة لطريقة التعامل مع الموظف اللي يكون مديره مباشر. يعني كسعوديين نتعامل بشكل ودي أكثر، مش بشكل رسمي، بشكل يعني بروفيشنال أكثر. فبتلاقي إنه المدير السعودي أوكي يأخذ ما يطلب حاجة يطلبها بالليونة أو يطلبها بطريقتنا، يعني معه تكفى الله خليك تكفى. المدير السعودي لا، يعني المدير غير السعودي عفوا لا، يعني الغالب جاي من ثقافة عملية بحثا نوعا ما بعض بروفيشنال. نعم. فلا بيطلبها بشكل مباشر انه اوردر سوي شيء هذه سوي شغلة هذه والاخره، فبيكون بشكل مباشر اكثر، ما في له
بشكل ودي ابتسامة ما حتلاقيها بشكل مرة كبير زي صح عند المدير السعودي. صح. فيمكن هذا أكثر شيء جوهري. الأشخاص كثيرهم اللي كانوا يعني برضو من السبيان اللي اشتكوا إنه مدير غير سعودي ولا خير، لقيهم يشتغلوا فترات جدا بسيطة اللي هي حق شهرين ثلاث شهور غالبا في الفترات البسيطة هذه، فنوعا ما حسين إنه بيركبوا المشكلة على مدير أكثر من تكون مشكلة شخصيا فيه أو إنه ما اتفقوا، فإنه شايف إنه هو عنده مشكلة على مديره يعني. هذا أكثر شيء لاحظنا فيه فرق، لكن ما لاحظنا من ناحية المدراء إنه يكون في استقعاد مثل ما يقولوا أو أيوة. إنه خايف على مكانه، لا أبدا بالعكس. أنا شخصيا برضو من السيرفيز من السبيانات لقينا إنه بالعكس بعض المدراء ما بيفرق أبدا، بيعلم الشخص بيعطيه كل شيء يقدر عليه، بيعطوه تدريب، بيعطوه معلومات أكثر، بيعطوه مهام أكثر وإلى آخره. فحقيقة من خبرتي ومن السبيانات أرى ما لقيت في الفرق اللي يذكر غير في التعامل. بس خليني أقول لك أحمد، نحن الثقافة الشعوب العربية يمكن ثقافة مشتركة، يعني الكلمة زي ما ذكرت والأسلوب الطيب مشترك. يمكن صح أتفق معاك أنه الأسلوب لما يكون المدير غير عربي أو أجنبي، أسلوب الأجانب هو الأسلوب البروفيشنال الناشف، لكن أحس العرب بشكل عام عندنا الكلتشر حقت استخدام المصطلحات ومن فضلك ولو سمحت وكرمالي وهالشغلات. نعم هي جميل نوعا ما، يعني ما حنكر انها شيء جميل، بس مش شيء اللي يفرق معايا يعني. ايوه بس ما هو سبب يخليني كرهت الانسان وبدي اسيب الشغل عشان مديري اجنبي، يعني عشان ما قال لي تكفى. للاسف يعني هذا شيء جدا يعني بيمشي بشكل مره كبير، بيضاف الاجازات يعني. على سبيل المثال برضو كان نواجه بعض المشاكل في الاجازات، يعني المدير الاجنبي يعني غير سعودي ما بيعترف بالشغلات اللي احنا متعودين عليه هنا، انه لا ابغى اجيب اولادي، ابغى اجيب ما ادري ايش. هذه المشكله اللي دائما عندنا في السعوديه يمكن بالاسباب عديده يعني. لا قول ايش الاسباب يا احمد. لا هذه موضوع طويل يعني شائك. شائك جدا. يعني ما بيقدر المشاكل الظروف هذه مثل ما بيقدروا مدير السعودي، لانه لابد المدير السعودي بيجي له انه يبغى يطلع كل شويه عشان يجيب اطفاله وزي كذا. اول نتكلم عن الاغلبيه العظمى يعني الموظفين على المستوى الحكومي او المستوى القطاع الخاص. عاد تبغى الجد اذا كان هذا السبب الله يقويهم، لانه حقيقي يعني في اشياء مبالغه في الخروج من اثناء ساعات العمل وهذه الاشياء من الشباب رايح يجيب اولاده من المدرسه، يا اخي على عيني وراسي الله يحفظهم ويخليهم لك. كم المشوار؟ ساعه يعني هي استغل قبل صلاه الظهر، لما بعد صلاه الظهر اللي بعد الغداء هذا هو مشوار. طب يعني انا احس انه اقدر لازم المفروض احساسه، هو راح جاب العيال من المدرسه ولما نوصلهم البيت فتح الباب لقى المدام بتحط الغداء، ما قدر يغادر المنزل وبقى لاتمام وجبه الغداء مع العائله، واحنا لازم نساعد الموظفين. وقعد الموضوع ساعتين ثلاثة. وقعد الموضوع ساعتين ثلاثة. فبرضو من السبيانات كان كثير إنه ما بيعطون فرصة يطلع وسط الأشغال الخاصة ولا خليفة، يعني كانت فعلاً نسبة كبيرة تقريباً أكثر من 25% من السبيان دراء من ضمن أسباب الخروج بالنسبة للخاصة بالمدراء والسعوديين. هذا هو السبب بعد. إذن رأيك أنت أحمد إنه ما في فرق، وإنه حقيقي هي شخصية وليست جنسية، يعني الحمد لله شفتوا كيف أني أنا ديمقراطية وربي جابها معايا، طلع أحمد رأيه من رأيي. مع أنه لنا زميل ما شارك معانا اليوم أوجه له تحية، هو كان ممكن يكون الرأي المعاكس إلى النهاية، كان بس هو خايف كان يطلع على أساس ما تفلت أعصابه ويسترسل في ال... يمكن يكون عندها نقطة يعني إحنا ما إحنا أنا شخصيا ماني منتبه لها، لكن صراحة يعني أصلا الجنسية بشكل عام لا تفرق أبدا في مكان العمل. بالعكس يمكن بعض الأماكن لما يكون في mixed nationalities جنسيات مختلفة بنتعرف أكثر على ثقافات أخرى منها. صحيح أخرى. صحيح. نحن ما تعلمنا في بيئة عالمية، يمكن ما دخلنا المدارس العالمية في جيلنا، وما ما ما وصلنا إلى العالمية في التعليم، خلينا نوصل للعالمية في مجال العمل. جدا. لكن من ناحية الفوبيا برضو اللي هي مدير أجنبي مدير أجنبي، أتوقع إنه بحكم العطاء الموجودة في البلد بشكل عام فبيحطوهم ودنا نشيلهم كلهم ونقعد مكانهم. فهذه المشكلة أتوقع من أحلى المشاكل الثانية. بعضهم تلاقيه يعني عمره ما واجه أي مشكلة وتلاقيها مدير يقول بس مع الخل يا شقرة. نعم يعني كثير حالات كذا يعني. أتكلم عن الناس حتى في قطاع خاص قطاع عام عفوا، يعني ما عنده مدير أجنبي
أقول لك المدراء جانب. طب أنت ما جربت؟ أنت جربت؟ لا صاحبي يقول ما جربت عشان تعمل الفوبيا هذه اللي الناس تسبب فيها. وبرضه في نفس الوقت أعتقد أنه يفرق، يعني في الشركات الكبيرة في نوع ما الشركات المبتدئة أو المؤسسات الصغيرة. يمكن المشكلة هذه تكون أكثر نوع ما في المؤسسات الصغيرة. بحكم أنه فعلا في خوف على الوظيفة أكثر من المؤسسات الكبيرة، أنه حيلاقي مكان آخر في نفس الشركة ولا آخر. فربما هذا الشيء يواجه بشكل أكثر في المؤسسات الصغيرة والشركات المبتدئة أكثر من أنها في الشركات الكبرى يعني. صحيح. هذا رأي شخص. أحمد أشكر وجودك معايا اليوم وأشكر مشاركتك ومداخلتك، أسعدتني، وإن شاء الله نكون كنا عادلين وديمقراطيين أنا وإنت وما تحيزنا ولا الأحد. تعرف كيف أنا عندي فرق بين المديرة والمدير وليس في الجنسية. أوكي، هذه معاك نفسها شيء كبير صراحة. الله لا يكتب على أحد تكون مديرة ست يا ساتر. يعني صراحة أنا أحب ما أدري أنت إيش رأيك فيها، فرق هذه ولا هذه ما كمان ما فيها؟ والله يعني عشان لا يقولوا عنصري ما عنصري فما لا لا من غير ما تقول مين الأحسن، في فرق ولا لا؟ في فرق كبير، في فرق، فرق كبير جدا يعني. طبعا خليني أصير مديرتك يا أحمد وأنا أوريك. شكرا شكرا لك أحمد. يا هلا. مستمعين الكرام، كان معنا الزميل أحمد سمكري وهو أحد المختصين في الموارد البشرية، وسمعنا رأيه وهو متفق معايا في الرأي أنه ليس هناك فرق، هي يمكن كلمة وتداولها الناس وبدأنا نترددها بدون ما تكون عندنا تجربة شخصية حقيقية. نحن ما بنعمم، بنقول صح يمكن في حالة اثنين ثلاثة في المدير غير السعودي، ولكن هي أيضا موجودة في المدير السعودي، إذن هي شخصية وليست جنسية. آراءكم مختلفة عن هذا الرأي ورسائلكم وردتني، وفي انتظار المزيد منكم بعد الفاصل سأقرأ رسائلكم وآراءكم على STC 84 77 0، موبايلي 64 0 66 0، زين 74 62 62. مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل لأذان الظهر ونعود. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي توظيف. حابة الآن أخذ شوي من آراءكم في الحلقة وفي الموضوع. حقيقي غالبية الآراء كانت بتقول أنه هي ضد المدير غير السعودي، وأنه بيقولوا الأغلبية. خليني أقرأ لكم بعض المسجات. هذا أحد المستمعين يقول: نعم المدير الأجنبي أغلبهم عبارة عن عصابات مافيا تشكل طرد أي سعودي وتطفيشه بسبب أنه يأتي بأبناء جنسه وأقاربه، وبسببه عدم نقل الخبرة للسعوديين. هذا رأي الأخ تركي من الرياض. وبنفس الوقت الأخ تركي من الرياض قال لي هذه حركات مكشوفة تجيبي أحمد عشان تلمعوا صورة المدير الأجنبي وتطفيش السعودي. يا أخ تركي حقيقي إحنا كنا بنقول تجربتنا الشخصية في ميدان العمل، لا بنلمع لأحد ولا بنطفش أحد. نحن برنامج توظيف في النهاية بالعكس هو برنامج لخدمة الشباب السعودي وإيجاد الكفاءات السعودية، ليس أكثر ولا أقل. ورأيك فعلا على عين والرأس، وفعلا أنا شفته موجود. نعم هم ممكن أن تكون عبارة عن ممكن في خلال الفاصل كنت بتكلم أنا والأخت ابتسام عزام، وكنا بنقول أنه فعلا بتكون عبارة عن عصابات ومافيا وبيجيبوا أقاربهم وكل واحد يجيب أهله وجماعته، بالتالي بيصير ما في مكان للشباب السعودي. هو كمدير هو إنسان كفء وتدرج في المنصب حتى وصل إلى هذا المكان، وصح يمكن هو أهل لهذا المكان أكثر من السعوديين، لكن بيجيب شباب أو أقرباء أو أصدقائهم لسه شباب مبتدئين اللي هو بيقدمه، ممكن يقدمه أي شاب سعودي ويأخذ الخبرة، لكن هو بيفضل أنه ينقل الخبرة هذه لأبناء بلده أو جنسه أو أقاربه على أنه ينقلها للسعوديين. فيا أخ تركي رأيك على عيننا وراسنا وصحيح وسليم تماما، والله ما بنلمع لأحد. وفي كمان أحد المستمعين الأخ إبراهيم يقول: أعتقد أن سياسة السعودة هي السبب. أخ إبراهيم نتفق معك، وإحنا قلنا أنه يمكن الخوف من الاستبدال أو أن يأخذ الشاب السعودي مكان المدير الأجنبي هي أحد الأسباب التي تدفع المدير الأجنبي أو غير السعودي إلى التضييق الخناق على الموظف السعودي وعدم إعطائه حرية أو عدم إعطائه المعلومات والخبرة كاملة.
وهذا أحد المستمعين أيضا يقول عانينا من المدراء الأجانب في 3 شركات، وبالنسبة لخروج الموظفين أنا معكم ومؤيد يعني، ولكن أنا أحد المدراء في وحدة من الدوائر الحكومية، وقبلها كنت واحد من المعانين. يعني هو حاليا الحمد لله ربي فتح عليه وراح في دائرة حكومية وخلص من الموضوع هذا، لكن يقول عانى 3 شركات مختلفة وهو يعاني، لكن برضو متفق معنا الحمد لله أنهم بيبالغوا شوية في الخروج الموظفين السعوديين. وحسين الحارث يقول المدير الأجنبي غير العربي أفضل في إعطاء المجتهد. الحمد لله في واحد معايا ويعني رأيه هنا الأخ حسين أنه المدير الأجنبي فعلا بيكون عادل ومقدر، فهو فعلا بيحط حطاط أو بيضيق الخناق على الموظف السعودي الغير كف، وبنفس الوقت هو بيعطي للمجتهد حقه وما بيعطي ما بياخذ يعني زي ما نحن نقول بالجنسية. وأيضا وردتني بعض آرائكم من خلال التويتر، وفعلا كانت نقاش حاد في هذا الموضوع هذا الصباح. فكان الأخ زياد الحربي ذكر عدة نقاط هو من وجهة نظره إنها أثرها على في هذا الموضوع في الموظف المدير السعودي وغير السعودي. فقال الأخ زياد الحربي المدير الأجنبي ممكن يكون لبق أفضل من السعودي لكن بدون ذمة وضمير، بينما أغلب السعوديين يخاف من الله وأنا مجرب معاهم. جاري والأخ جاري ركض يقول هو عدو يتقن الأقنعة بلا ذمة ولا ضمير، والعمل أمانة وفن وإتقان، ومن يفهم ويعمل بهذه النقاط هو المدير الناجح والقائد المميز. الأخ أحمد الزعيم قال إنه ضد إنه يطلق لقب أجنبي على العربي والمسلم، خصوصا من ترعرع في هذا البلاد فأصبح وطني، ومن وجهة نظري في الموضوع بكل بساطة يعتمد على المؤهلات والقدرات، أما موضوع الأمانة فوجهة نظري هي موضوع تربية بحتة. أتفق أنا مع الأخ أحمد الزعيم صراحة تماما، لأنه بالأخير هي تربية ونشأة وليست جنسية كما ذكر الأخ زياد الحربي أو الأخ جاري ركض أنه بمسألة الذمة والضمير. وصراحة أكثر الآراء يعني أحزني أنها ضد، لكن الأستاذ عبد الله يقول المدير الأجنبي مجتهد ولكنه لن يفضل إلا أبناء جلدته ومن هم على شاكلته على السعوديين. حقيقي مستمعينا الكرام أنا مقدرة إنه في الكثير عانى من المدير الأجنبي زي ما بيوردني في المسجات اللي منكم، حقيقي قاعدة أقرأ و يعني هذا أخذ المستمعين اسمع وش يقول. يقول لك أنا عانيت لمدة سنة مع مدير غير سعودي وأنا أكفأ منه بالشهادات وفي الأخير خرجت مهزوم. يعني هذا يمكن هنا المستمع الكريم ما ذكر اسمه بس أنا أتفق معك، أحيانا لما تكون أنت أعلى منه وأكفأ منه أنت تشكل خطر واضح، فيعني أكيد يعني شوية يحط عليك عشان ما تاخذ مكانه. أحد المستمعين أيضا يقول أنه هو يعطي كل مستحق حقه ويفتخر إذا أصبح أحسن منه لأنه يرى أنه يمثله. المدير السعودي أفضل للي طلعته وأعذاره كثيرة، المدير العربي الغالب حقود، أنا عانيت لمدة سنة مع المدير غير سعودي وأنا أكفأ. طيب يعني هنا المستمع الكريم هذا يقول أنه المدير السعودي يقدر الأعذار لأنه عارف يمكن مجتمعنا وعارف الوضع في البلد كيف، وأنه هو فعلا إنسان يحتاج يخرج عشان يجيب أولاده من المدرسة، يمكن نظرا لطبيعة الحياة هنا وعدم إمكانية قيادة الأم أنه توديها للمدارس. بس عندي هنا أحد المستمعين يقول بس ما حقول اسمه إنه حتى المدير السعودي مضايقه، والمشكلة إنه اللي موصل للمسج هو مديره السعودي، يقول لك إنه يضايقه بس أنا عارفة المدير وهذا ما يضايق. ومعايا هنا رسالة من الدكتور فايز جمال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أأيدك بأن المدراء الأجانب مافيا وموافق أنه في إجحاف في حق الكثيرين
وإننا بنعلق إشكالاتنا عليهم. زميلي الدكتور فايز جمال قال إنه من وجهة نظره فعلا في منهم مافيا ومتفق في هذا الموضوع، ولكن برضو في إحنا بنستخدمهم شماعات نعلق عليهم فشلنا. سعدت بمشاركتك دكتور فايز، شكرا لاستماعك. نطلع يعني في الأخير من يمكن من كل رأيكم ورأيي ورأي الخبراء والدكتور فايز والأستاذ أحمد والناس اللي هم في مجال الإدارة وفي هذا المجال، إنه الخير موجود الشر موجود، الأجانب بالأخير أو غير السعودي هو إنسان بشر، راح يخاف على عمله، راح يخاف على شغله. أحد الزملاء مرة ذكر شيء قال أنا ما ألوم المدير الأجنبي، أنا ألوم التاجر السعودي. يقول لك ألوم التاجر السعودي لأنه المشكلة ليست في المدير الأجنبي بشكل رئيسي، لكن في التاجر أو الإدارة العليا التي أعطت له الصلاحية مطلقة له. يعني أنا كصاحب عمل أو صاحب مال سعودي لازم كمان تكون، لأنه بالأخير هو العمل مهما كان مديره أجنبي العمل مملوك أكيد في النهاية لإنسان سعودي. فهنا يجي دوره إنه هو لازم يكون مراقب على هذا المدير، يتأكد إنه هو فعلا لم يجحف في حق أحد، لم يكون قاسي مع السعوديين، لين مع غير السعوديين، إنه ما يعطيله كامل الصلاحية والمطلقة في توظيف عائلته وقرائبه وأصدقائه وكل هذه المواضيع اللي اتطرقنا لها في الحلقة. هذا الأخ أبو جسار يقول أتمنى أحكي قصتي على الهواء. ما أعرف أخت ابتسام عندنا مجال؟ عندنا مجال نتصل عليه. طيب أخ أبو جسار، الآن الأستاذة ابتسام تتصل عليك إن شاء الله من الكنترول. في أكثر من أخ طالب أنه نتصل عليهم، بس يا ريت نحاول نقول الرأي خلال المسج لأنه وقت البرنامج بدأ يداهمني وما يمديني أتصل على الجميع. مستمعينا يعني ما زلت متواصلة معاكم، أنتظر آراءكم ومسجاتكم، بس سامحوني يمكن شوية الاتصال يكون ياخذ وقت والوقت البرنامج بدا يداهمنا. هذا اللي قبل قليل كنت اتحدث عنه، والان معانا على الهواء الاخ ابو جسار. اهلا بك استاذ ابو جسار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا رب، تفضل. انا اشكرك على البرنامج اول شيء. اشكرك لك على الاستماع، تسلم، شكرا. انا بقول قصتي باختصار. تفضل. أنا كلام هذا قديم، عام 1416. نعم. خريج كيمياء حيوية. نعم. وتعينت في أحد مصانع الألبان، إجباري عن طريق مكتب العمل. عن توظيف. نعم. عينوني بألبان ريال، كان مديري في بداية التعيين غير سعودي من الجالية العربية نتكلم. نعم. كام ولا كان كل شهادته سادسة ابتدائي. كام ولا. نعم. أول شيء عينني في حسابات، ندقق حسابات، ندقق حسابات و تطفيش يعني بداية الموضوع عشان يتعينت وبشهادة أعلى، يعني كان كل الراتب 2000 ريال، يوم يجي نهاية الشهر راتب 1200. خصم عليك. طيب هل الخصم مبرر كان؟ غير مبرر بصراحة، عشان ما ضيعت أمانة، بكل أمانة ما ضيعت الأمانة. ما ضيعت الأمانة يعني ما طاوعته بالسرقات. أيوة، أنه فواتير هو مصنع ألبان. طيب فكانت فواتير، فيقول لي نقص فواتير، نقص، قلت هي مسؤولية لي نقصها. صحيح. فما أعجب الوضع، فكان يطفش فيه سنة كاملة وكنت أعاني معه. طب هل فكرت إنك تروح للي أعلى منه؟ رحت للي أعلى منه. نعم. كان نفس المدير هذا رحيم صاحب المصنع. يعني القاضي خصمك. أيوة. فعينوه حطوه خبير نكهات. نعم. فهم ولا؟ أيوة. كيف تحط مساعد سنتداي خبير نكهات وأنا كيمياء حيوية؟ حطني في الجودة أقل شيء، قال برقيك، قلت أوكي، قال نحطك مسؤول عن 4 عمال في الجودة النوعية. نعم. العمال من نفس الجالية. فهم ولا؟ نعم معك. فسببوا لي مشاكل أبعد درجة، يعني اتفقوا علي بكل أمانة. نعم. اتفقوا علي الأربعة، رأس خبير الجودة اللي حاطينه والنكهات، لحد ما طفشوني. آخر شيء قال لي والله ما تأخذها بكل أمانة، المصنع لنا وما راح تأخذه. وبالفعل سنة واحدة خرج من المصنع، والله من فوق الحمد لله المصنع من أرض حد الآن ومعروف على مستوى. من غير ذكر أسماء أستاذ أبو جسار، من غير ذكر ما بذكر أسماء، ما بذكر أسماء. المصنع حد في نفس المحل اللي هو فيه. نعم.
هذا الكلام يعني شوفي حدود 17 سنة. نعم. زي ما هو المصنع. والله راح يطلع. يلا الله عوض عليك وتركتهم ذحين ها؟ الحمد لله. الحمد لله موفق إن شاء الله. موفق. الله يعطيك العافية. تسلم أبو جسار، شكرا لمشاركتك. سلام. مستمعين الكرام، زي ما سمعتوا أبو جسار هو أحد الأمثلة للموظفين اللي عانوا مع المدير الأجنبي بسبب إنه ما يبى يعطي له الأماكن ويبى يعطيه لموظف آخر. مستمعين الكرام، أنا متأكدة أنه القصص كثيرة هذا أرجو المشاركة. أخوكم إسماعيل قاري من مكة، لأول مرة أطلب المشاركة. ابتسام أول مرة يطلب مشاركة، الآن تتصل عليك الأخت ابتسام. ما أعرف، نفسي بس أحد يقول لي أنه يتفق معي في الرأي. أنا شافتكم كلكم علي ولا إيه؟ كلكم ضد الأجنبي؟ ما في، بس شكلي عشان كذا حق المستمع لما قال جبتي أحمد يلمع معاك. ما معانا الأخ إسماعيل على الهواء. أهلا بك أخ إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك دكتورة. الله يخليك، يا هلا بك. نشكرك على البرنامج الجيد. أنا أشكرك، أشكر استماعك، شكرا لك. أنا بس بختصر لك كذا في رأيي الشخصي. ما بتكلم عن المدير الأجنبي أو المدير السعودي وكذا. أنا أتكلم عن الموظف نفسه. حكم أنا أساساً مدير مبيعات تسويق الفنادق والسياحة في مكة. أنا أديك حاجة بسيطة، ثلاثة حاجات لو تطبق أي موظف في العالم بغض النظر عن هو الموظف سعودي أجنبي، المدير سعودي أجنبي. نعم. أول حاجة الانضباط. نعم. الانضباط من جهة الموظف السعودي رأي. نعم. من أي موظف كان انضباط في مواعيده وفي حضوره وفي غيابه، انضباط في كل شيء. اثنين الاحترام. نعم. ثلاثة الأداء. صحيح. انا ما لي مال انظر لغير، انا ادي اللي علي. فمستحيل موظف يطبق هذه الحاجات ويوم الايام يكون مدير مراد عنه بغض عن جنسيه المدير. صحيح. يمكن انا اختصر كلام الاستاذ اسماعيل، مستمعين الكرام، يقول لك امشي حدل يحتر عدوك فيك. ايوه صح. يعني اذا انت ما عندك تاخير، ما ادي عملك صح، كل هذه الاشياء ايش حيقدر يضيق عليك. بس لان الخروج يا دكتور، الخروج لأي سبب من كان، مو من شروط العقد، مو من شروط العقد، لو أي واحد يقول العقد مو من شروط العقد، أنت عليك أنك تأدي 8 ساعات أو 10 ساعات وتدفع حسب العقد حقك، بس ما في شروط في استئذانات، ما في شروط، مو من ضمن شروط العقد. نعم. فأنا ماني ملزم كصاحب منشأ أو مدير أو أن أديك مجال تخرج كل شوية، ماني ملزم. صحيح، صحيح. صح ولا لا؟ الدروب اللي بتسوي بالخروج أنا أنتج، خاصة إذا كنا شركات منتجة أنا أنتج. صحيح. في الساعة والساعتين. شكرا لك أخ إسماعيل، وأنا فخورة أنه أول مشاركة لك كانت معايا، شكرا لك. لا لا بالعكس، حياك الله. مستمعين الكرام، للأسف أعتذر منكم، وصلنا إلى نهاية الحلقة وماني قادرة أخذ كل المشاركات. يبدو أنه الكل أثار له هذا الموضوع حديث ذو شجون، والكل عنده قصة أو موقف مع مدير أجنبي. بنقول بالأخير أنكم الكل مؤتمن ونحن مؤتمنين، وهذه أمانة. وبالأخير إذا كنت مسلم، يكفي أن تكون مسلم لتعلم معنى كلمة الأمانة، سواء كنت من أي جنسية كانت، فهذه رعية تحت أمانتك، اتق الله فيها، أعطي كل ذي حق حقه، والأرزاق على الله، لا تخاف إنه أحد يأخذ مكانك، لأنه في النهاية الله هو الرازق. ومستمعينا الكرام، امشي عدل يحتار عدوك فيك، اعملوا اللي عليكم ولا تدوروا شماعات. بالتوفيق، حتى ألقاكم السبت القادم، أنا للبركة.